ما نقدرش نعرفوا الوزن المثالي سا ديبون شحال عندها عضلات بالتقريب على الاقل باش تعرف روحها الى زاد نقصت ولا كيفاش تنقص ايضا في ال 1.68 ا ببري لا تاي لو بوا تاعها يكون 65 64. سافا سورتو مع لاج باسكو انا دابيتود مع لاج اون برون انكور بلوس دو بوا سا ديبون تاني تي دير رياضه ولا ما ديرش ما سقسيناهاش السؤال تاع شكلها ما ديرش هذه تاكل الكاطو ما ديرش تري بيان دونك لهنايا باش نعرفوا حبيت تعرف الوزن تاعها وكيفاش تقسم كيفاش تاكل انا دو بريفيرونس الصباح ناكلوا حاجه اللي راح تشبعنا باش ما نلقاوش وحنا العشرة ولا نزيدو ناكلوا اذا ما تحبش البيض الصباح نقدروا ناخذوا اون اوتر سورس تاع مصدر بروتينات واحد اخرى كيما الفرماج مثلا فرماج فري ولا ياوخ ناتور مع شويه غرانولا مع يا ثلاث حبات تمر ولا فاكهه ومن بعد لهنا على العشرة اذا جا تقدر تدي فاكهه اذا ماكلتها الصباح عاد 12 لازم يكون مصدر بروتينات باش ما نقصوش في العضلات سواء سكالوب ولا لحم ولا سمك ديجا سمك سي لا سيزون تري بيان وشويه لي فيكولون باسكو علاش كي نحو كامل السكريات شغل ديجا راح نحسوا بالتعب نحسوا هي يعني كيما حنا كيما الطوموبيل شغل الطوموبيل لازم لها ليسونس باش تمشي حنا كل ما نمدوش الجسم تاعنا السكريات اللي يحتاجها ما راحش نكونوا في انفورم